نقطة نظام تتعلق بالشباك الوحيد اللي تتقوم به الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين في الخارج. وهذا الشباك الوحيد اللي تيجمع واحد المجموعة ديال المؤسسات اللي عندها علاقة بمغاربة العالم. الغريب في هذا الشباك الوحيد هو أن مؤسسة النيابة العامة حاضرة وباش تقول لمغاربة العالم ديروا الشكاية ديالكم عن طريق الموقع ديال النيابة العامة. لكن مغاربة العالم لما توضعوا الشكاية ديالهم تتجاوبهم النيابة العامة بعد ما أنها تتصل بالمحكمة اللي مختصة في آخر المطاف، تقول ليه بأن الدعوة أو الشكاية تم التحفيظ ديالها لأنه لم يتم الاستماع للمشتكي. تصوروا المشتكي بعيد عن المغرب بالالاف ديال الكيلومترات، استعمل هو ديك الوسيله ديال الشكايه الالكترونيه باش انه يوصل الشكايه ديالو ويتفتح التحقيق في الشكايه اللي وضعها. اخر المطاف تيجي هذيك الجواب الاوتوماتيكي لا عن طريق الاس ام اس ولا الايميل بان الشكايه ديالكم تم التحفيظ ديالها نظرا لعدم تمكن وكيل الملك ولا النيابة العامة من الاستماع لكم. كيف ستتمكن من الاستماع الاخر للمطارات مغلوقين لجائحة ديال كورونا وهو تيسكن الالاف الكيلومترات بعيد عن المغرب؟ القضية اللي تانية في هذا الإطار ديال هذا الشباك الوحيد هي المسألة ديال المحافظة العقارية. لكن هذه المحافظة العقارية ما قامتش ونبهت الناس ولقات حل عندك المافيا ديال العقار اللي تيستولوا على العقارات ديال مغاربة العالم. والقضية اللي هي شائكة وهو أن شركات التأمين المغربية واللي هي تابعة للأبناك المغربية واللي تتحكم فيها هي وزارة المالية وكذلك المؤسسة ديال المراقبة ديال التأمين، هاد المغاربة اللي ماتوا خلال الجائحة اللي تعذر الدفن ديالهم في المغرب وصبح انهم مضطرين باش يدفنوا ببلدان الإقامة. هاد الشركات ديال التأمين تتعطي الا واحد المبلغ ديال 3000 ديال الاورو، مع العلم ان شركه التامين خاصها تعطي الاختيار للمؤمن هل يريد ان يدفن في المغرب او في بلد الاقامه. حتى لجينا باش يكون الدفن في بلد الاقامه، غنعطيكم مثال ديال هولندا. هولندا كاينه مقبره في المير تطلب 8500 ديال الاورو من اجل الدفن، تقول انه غيدير لك القبر عنده جوج ديال الواجهات او فيلا قبر. وكاينه مقبره اخرى اللي في الشمال ديال هولندا في خرونينغن تطلب الا شي 2400 الاورو. السماسره ديال الاموات جالسين يستنزفوا في المغاربه. كيف يعقل ان مقبره ب 8500 ديال الاورو ومقبره فيها القبر ب 2500 ديال الاورو؟ فرنسا مجموعه ديال الدول ان القبر ما تتعداش هذا المبلغ هذا. ف على الاخوان والاخوات المغاربه ينتبهوا جدا ويتوحدوا، لانه لا يعقل ان هذه السماسره ديال الاموات وهذه الشركات ديال التامين انهم يبقاو ينهبوا في الاموال ديال الناس اللي داروا الثقه ديالهم فيهم. على وزاره الماليه ان تتدخل في المغرب باش انه تفرض على ديك الشركات ديال التامين تعطي الحريه ديال الاختيار ديال المؤمن هل يدفن في المغرب
أو يدفن في بلد الإقامة. نفس الشيء فعلى المغاربة كذلك في هذه الدول الإقامة أنهم يحاربوا هذه السماسرة ديال الأموات وهذو اللي تيستغلوا هذه الجائحة ديال كورونا ويرفعوا الأسعار ديال الدفن في هذه الدول هذه.